بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين مشاهدينا متابعينا الأعزاء على قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الأحداث من هنا من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين التي تتميز دائما بانطلاقاتها وتحدياتها وبالتنظيم الرائع والمميز. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء شوطنا الثامن ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه حاملا في طياته الجعدان المهجنات الأصايل مباشرة إلى المركز الأول وإلى المقدمة. هناك سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع المضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري، بينما المركز الثاني فالتواجد هناك من هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان ومحفوظ بن خميس الينيبي المتواصل هنا مع تضمير وتقديم هذا الهملول الواصل على ثاني المراكز، بينما الوصول على ثالث المراكز شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وحمد بن خميس القويس السويدي يتواصل مع المركز الثالث ورابع المراكز، فالوصول من نشوان لحقن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي هو الواصل على المستوى الرابع في هذا المسار، بينما خامس المراكز فالتقدم من إسراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، أيضا الوصول والتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. هنا سوقان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع والمركز الثامن في الوجود. هناك من شديد لحقن الرئاسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي والمركز الثامن في الوجود. هنا من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري، والتاسع المراكز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري، والمركز العاشر في الوجود هنا من شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن سيف آل هيان مع المضمر الصادق فضل الأمين. إذن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى مقدمة هذا الشوط. هناك على مقدمة هذا الشوط والانطلاق المميز مع سوقان من سيطر منذ البداية وانطلق بالمركز الأول وانطلق بالتحدي المثير والمسار الصحيح ليأتي بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع سهيل بن سالم بن سهيل العامري المسيطر في هذه اللحظات إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني فالتواجد من هملول على ثاني المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان مع المضمر محفوظ بن خميس الينيبي، والتقدم على ثالث المراكز نشوان لحقن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي أيضا المميز غادما بقوة على المركز الثالث مقدما لهذا الاسم ومقدما لنشوان، بينما المركز الرابع في الوجود هنا من شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وحمد بن خميس القويس السويدي، والتحرك أيضا التحرك بدأ في هذه اللحظات من شديد لحقن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، وصل البارع وتحرك ضمن الأسماء المتقدمة في هذا المسار، وبدينا بالمنعطف الأخير بالمنعطف الخطير في هذه اللحظات الجميلة، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الصدارة إلى القيادة 1200.
الاثنين. الله 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 الله، ونشوان هو بالمركز الاول، هو اللي غير على الصداره الى المقدمه. لحقنا الرئاسه ومبارك بن احمد بن مايد الاخيلي، بينما المركز الثاني فالوصول من شديد شديد على ثاني المراكز لحقنا الرئاسه وعيسى بن احمد بن مايد الخيالي اللي غير على الصدارة في هذه اللحظات وانطلق بالمركز الأول. أيضا من الجانب الآخر الوصول من هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، ولكن العودة العودة إلى المركز الأول، العودة إلى نشوان. نشوان يا نشوان هو بالمركز الأول بهذا الشعار، شعار حقن الرئاسة مع المضمر، مع المضمر المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. ولكن تقدم هملول، تقدم هملول في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. ومثير مثير تحرك في هذه اللحظات وانطلق بالمركز الثاني لحقن الرئاسه، ومبارك بن احمد بن مايد الخيلي غير الى الصداره، غير الى المقدمه، الى المركز الاول. الشعار الاحمر الاخضر الذي دائما يتميز في انطلاقاته وتحدياته. روح مثير، روح مثير بالمركز الاول. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسه، وتهانينا للمضمر المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي على هذا الانجاز الجميل والرايح والمتميز. اذا وصل على ثاني المراكز هناك شديد لهجن الرئاسه وعيسى بن احمد بن مايد الخيلي، وصل على المركز الثالث وتقدم هناك هملول اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان. والمركز الرابع وصل فيه شاهين لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن خميس القويس السويدي. والمركز الخامس وصل على المركز الخامس نشوان لحقن الرئاسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. إذن تحدي جميل ورائع ومتميز ومثير. من تقدم في هذا الشوط وهو أول الوصلين في هذا الشوط، تهانينا والناموس لحقن الرئاسة، وتهانينا للمضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. لحظات الفوز ولحظات الانتصار ولحظات التميز مع المميز الذي دائما يتميز في هذا المسار وفي انطلاقاته. اذا لحظات الفوز هنا كما تشاهدون على قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة في بث مباشر من ارضية هذا الميدان. هنا لحظات الفوز ولحظات الانتصار، 8 دقائق ثانية واحدة بدون اجزاء. تهانينا والناموس لحقن الرئاسة، وتهانينا للمضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. وصل على ثاني المراكز شديد لحقن الرئاسة وعيسى بن احمد بن مايد الخيلي. 8 دقائق وثانية واحدة وستة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما وصل على ثالث المراكز هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان مسجلا توقيت وقدره 8 دقائق ثانيتين 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.